بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم عليكم من الأمن والاستقرار ورخاء العيش والطمأنينة واجتماع الكلمة في هذا البلد، وذلك بسبب تمسكه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحكيمه لشرع الله، فتلك أسباب انبساط النعم واندفاع النقم. ولكن أعداء الإسلام في الداخل والخارج يحاولون زعزعة هذه النعمة وإزالتها بكل وسائل المكر ووسائل الشر، وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. تنزع المهابة من قلوب أعدائكم ويوقع في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إنه حديث عظيم يصف الواقع، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك محذرا لنا عند وقوعه أن نأخذ حذرنا وحيطتنا. ها هم قطعون بلاد المسلمين وبلاد العرب، يقتلون ويشردون ويخربون ويقسمون إلى مذاهب وولايات متقطعة، وهذه البلاد ولله الحمد ما تزال في نعمة وأمن واستقرار، ولكنهم يدسون عليها الشر بوسائل متنوعة، يدسون الأفكار الخبيثة لأجل أن يفسدوا شباب المسلمين، إما إلى متشددين على غير جادة صحيحة تمسك بدينهم تمسكا مقلوبا، وإما بالتساهل والانحلال ليخرجون عن طريق الوسط الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا بالسير عليه، طريق الوسط بين الغلو والتشدد وبين التساهل والميوعة. هذا هو الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأيضا يحاولون تخريب العقول وتدمير العقول بنشر المخدرات والمسكرات والمفترات ليفسدوا عقول شبابنا، بل وعقول كبارنا، بهذه المخدرات التي تتسرب إلى هذه البلاد كتسرب السيل العارم أو السيل العرم من كل حدب وصوب، طمعاً بما فيها من الدراهم ذات القيمة التي تغري الأشقياء في جلبها وترويجها، أو طمعاً في إفساد عقول شباب المسلمين وشابات المسلمين حتى، من أجل أن ينشأ جيل هابط
وينشأ جيل لا خير فيه، يكون وجوده كعدمه، عقوله مدمرة، أفكاره مخربة، ليس له مستقبل. هكذا يريدون، كما تسمعون وتقرؤون كل يوم من أخبار ترويج المخدرات على أيدي أناس من الداخل والخارج، يجلبونها إلى بلاد المسلمين، وكذلك يخربون الأعراض بما يبثونه من مشاهد مخزية، مشاهد فاضحة فيها هتك الأعراض وكشف الأستار، وفيها المظاهر القبيحة التي تغري بوقوع الشبهات بوقوع الشهوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، من وذلك في وسائل البث التلفزيوني أو البث في الإنترنت أو في التويترات أو في الجوالات أو في كل وسيلة بأيدي شبابنا وبناتنا، حتى أخربت عقولهم وأعراضهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأعظم من ذلك ما يروج فيها من الشبهات التي تفسد العقيدة وتخل بالدين، والفتاوى الضائعة الضالة التي تأتي من كل حدب وصوب من أناس إما أنهم جهال لا يعرفون من العلم شيئاً، وإما أنهم ظلال، علماء ظلال والعياذ بالله. كل هذا يغزو هذه البلاد ليلاً ونهاراً، وضحيته هم أبناء المسلمين وبنات المسلمين. هذه الوسائل تغزو البيوت وتأتي للأولاد والبنات على فرشهم، تأتي إليهم على فرشهم بهذه الوسائل التي بأيديهم، دائما يقلبونها وينظرون فيها حتى وهم يمشون، وحتى وهم راكبون على السيارات، وحتى وهم نائمون على فرشهم، وحتى وهم جالسون تجد أبصارهم مشدودة بها، قلبونها. حتى قالوا إن فيها إدمانا، أن الذي يعتادها يدمن، يصيبه الإدمان فلا يصبر عنها، لأنها فتنة والعياذ بالله. فالخطر شديد يا عباد الله، وكلكم مسؤولون عن بلادكم، مسؤولون عن أولادكم، مسؤولون عما يدخل بلادكم من الشرور، أن تكونوا حراساً لهذه البلاد. فليس ذلك مقصوراً على رجال الأمن، بل كلكم رجال أمن. والأمن ليس للحكومة فقط، الأمن لكم أولاً وقبل كل شيء، الأمن لكم، فحافظوا عليه وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب، لتكونوا على حذر دائم وعلى أهبة واستعداد لدفع الباطل والإبلاغ عنه. لا تسكتوا على شيء أو تتستروا على شيء، فإن هذا مثل الجمرة أو الشرارة تحرق الجميع إذا تركت وأهملت. فلا تقولوا هذا من حق ولاة الأمور، من حق رجال الأمن. نعم، هو من حقهم في الدرجة الأولى، ولكن أنتم أيضا كلكم رجال أمن، والأمن أمنكم، والبلد بلدكم، وكونوا على حذر. طهروا بيوتكم من هذه الوسائل المدمرة، انزعوها من يدي أبنائكم وبناتكم قبل أن يستفحل الأمر فيهلك الجميع. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب.
أما تعتبرون بهذه الشحنات الهائلة في السيارات الكبار مشحونة بالمخدرات المنوعة؟ هذا سلاح، هذا سلاح يدمر البلاد، فتنبهوا لذلك وكونوا عونا لولاة أموركم على حفظ البلاد من هذه الأفكار، ولا تتستروا على أحد أو تقولوا هذا ما هو من شأننا، هذا من شأن رجال الأمن، هذا من شأن الجميع، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فاتقوا الله عباد الله، إن هذه البلاد، إن هذه البلاد محسودة حتى ممن يدعون الإسلام، حتى من جيرانها بلاد محسودة على ما آتاها الله من النعم، على ما تنعم به من الأمن والاستقرار ورغد العيش، إنها محسودة، والحاسد لا يهدأ له بال حتى يزيل النعمة من يد المحسود. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا وتحاذروا وحذروا وبلغوا، ولا تتستروا على أحد، ولا تتساهلوا في هذا الأمر، فإنه والله خطير، وخطره على الجميع ليس على فئة مخصوصة. فاتقوا الله عباد الله، وكونوا مع ولاة أموركم، وكونوا مع رجال أمنكم، وكونوا سورا لبلادكم، تحاذروا من هذا الشر، فإنه محدق ومحيط بكم إن لم تقاوموه. لما ذكر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقال له: يا رسول الله، إننا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الدين، فهل بعد هذه النعمة من شر، أو بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، أما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. قلت: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. وفي الحديث: يوشك أن يكون خير مال الإنسان غنم يرعاها في رؤوس الجبال، يتتبع بها مواقع القطر، يفر بدينه. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عما يحدث في هذه البلاد من جراء تساهلكم وتغافلكم، ومن جراء تكاسلكم وإلقائكم بالمسؤولية على غيركم. كلكم مسؤول، كلكم ستسألون أمام الله سبحانه وتعالى. والله قال لكم: تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، اتقوا الله إن الله شديد العقاب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البينات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على منه وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا.
أما بعد، عباد الله، إن النعم لا تدوم ولا تستقر إلا بشكرها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وفيما قصه الله عن الأمم السابقة وما أصابها من العقوبات بسبب كفرها بنعم الله عز وجل، ما فيه موعظة وعبرة ومنبه لكل ذي عقل سليم. فاتقوا الله عباد الله، حافظوا على نعم الله بشكرها، واحذروا من زوالها، وهي لا تزول إلا بسبب أفعالكم وتقصيركم في شكر نعم الله والمحافظة عليها. والشكر ليس باللسان فقط، أن تقول الحمد لله والشكر لله، نعم هذا شكر لكن ما يكفي، لا بد في شكر النعمة من ثلاثة أمور: تحدث بها ظاهرا، أما بنعمة ربك فحدث، والاعتراف بها باطنا أنها من الله وليست بحولك ولا بقوتك وأنما هي منة من الله عز وجل، والثالث أن تستعملها في طاعة الله ولا تستعملها في معصية الله. فمن استعمل النعم في معصية الله فإن هذا كافر لنعمة الله ومعرض للعقوبة. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم احفظ هذه البلاد آمنة مستقرة، احفظها من كل سوء ومكروه ومن كل شر وفتنة، واحفظ بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم رد كيد الكائدين في نحورهم، واكفنا شرورهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا واستقرارنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أعنهم على نصرة الحق والقيام به، اللهم أعنهم وسددهم، اللهم خذ بأيديهم إلى ما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين، يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله